نقول لك يوم من الايام ايام كنت بريفي لهنا كلمني سي محمد شعباني العشيه زمان الربعة تاع العشيه قال لي محمد طاهر جيب السياره تاع كروح. خذيت السياره ومشيت له لهنا القياده قال لي احنا الطريق بدنا ما سالتوش خرجنا عدنا في الوطير. احنا وصلنا بين والرايدو المحطة تاع المضخة تاع البترول وقولوا ضايع شوفوا سيارة جاية من هي شريك فيها بومدين والشوفر تاعو عاطر. وقفنا السيارة نزلت في بومدين سلمنا عليه ركب معايا في السيارة أنا والشوفر تاعو تبع. احنا عندنا داخلين المدينة تاع بسكرة وهو في بومدين قال سي محمد شعباني ماذا بيا ما نمشوش القياده نتاع الناحيه. قال له واش تخمم لو كان نمشوا عند محمد طاهر للدار مقر الدائره للدار نتاعي اللي ساكن فيها. قال له سي محمد شعباني مرحبا دار لي سي محمد. قال لي معليش نجيو للدار. قلت له مرحبا. فسوقنا السياره وجينا طول وصلنا للدار. قال لي سي محمد. قال لي معليش نجيو للدار. قلت له مرحبا. فسوقنا السيارة وجينا طول وصلنا للدار. بس بومدين عند ليلتين في الدار تاعي وأنا كنت حاضر معهم حتى للساعتين ثلاثة تاع الصباح كل ليلة. وسي بومدين يحاول يقنع سي محمد شعباني وأن هالجماعة اللي راهم في السياسة ما عندهم حتى صلة بالثورة. يقول له يا محمد ديروا يد في اليد مع الجيش راهي مكان غير النظرة تاعنا احنا تاع الجيش اللي سليمة. والجماعة هذا من المدنيين راهم كلهم عندهم أطماع بالحكم وأطماع بالقيادة وكذا وكذا. وسي محمد يجاوب لي يقول له أنا مانيش طالب مسؤولية ولكن هالعبث اللي راهو يعبث فيه بن بلة واللي أنت راك معاه كوزير دفاع وراك ساكت عليه يقولوا هذا الشيء اللي مانيش قبل. وبومدي يقول له مازال الوقت. والحوار طول الليل حتى تقريبا ساعتين ثلاثة الصباح يدور حول المحور هذا. هذه من الشهادات اللي يقول لك ممكن